اخوكم رفيق محمد السيد. انا كنت من عاملين هيئه الرقابه الاداريه. هيئه الرقابه الاداريه دي منبع فساد بيوجد عندها قواضي وكانت بتتستر عليها من جميع الوزارات. دلوقتي لما وقع لما الريس وقع والاحكام بقى جت بات القواضي ظهرت ودلوقتي اي حد من الناس الكبار اللي طلع من السجن بتطلع بتقارير مزوره الناس دي كويسه والناس دي هي مش كويسه عشان خاطر الرقابه الاداريه نفسها مش كويسه. محمد فريد التهامي رئيس هيئه الرقابه الاداريه ماشي. محمد فريد التهامي ده احنا شغالين في هيئه الرقابه الاداريه عاملين بيها موظفين بيها في هيئه الرقابه الاداريه خرجتنا مشينا من الرقابه الاداريه بدون تحقيق بدون جزاءات بدون اي حاجه وداني هيئه نقل العام فرق في المرتب ما يكلش عن 700 جنيه 800 جنيه عندي ثلاث اولاد في مدارس خاصه اطلع الاولاد اوديهم مدرسه حكومه دلوقتي ولا اعمل ايه؟ انا التهامي خرب بيوتنا احنا 55 واحد وازيد من 55 واحد واقفين هنا في ميدان التحرير ومعايا الاخ الاستاذ عبد الرازق بردك من ضمن المعتصمين معايا. اتفضل بيه عرف نفسك. عبد الرازق خليل كنت في هيئه الرقابه الاداريه واتنقلت لهيئه الطرق والكباري بدون سبب بدون تحقيق بدون معرفه انا اتنقلت ليه بدون جزاء. بيتطبق فين الكلام ده؟ معرفش. وسيادتك احنا بعتنا شكوى للمشير وبعتنا شكوى للنائب العام اتصل بينا محمد بيه سعد مدير اداره الامن هيئه الرقابه الاداريه بيتصل بينا يعني بيغيظنا بيقول لنا انتوا بعتوا شكوى للنائب العام وشكوى للمشير ادي الشكوتين عندي على مكتبي وهيتفرموا يترموا في الزباله. يعني هو النظام وهو الحكم ولم يوجد اي حاجه من الثوره. شكرا. انا احمد السنديوني مراقب حسابات بالجهاز المركزي محاسبات. انا بقول للناس بحالها بقول لثوره 25 يناير بقول لهم يا جماعه لو كان النظام فاسد زي ما احنا بنقول كلنا احنا لازم نعرف ايه الخطوات اللي يجب نعملها. اول حاجه لازم تطالبوا الجهاز المركزي محاسبات ان يقدم التقارير الفعليه وليست التقارير منزوعه الدسم يقدمها للنائب العام. ثانيا على النائب العام ان يرسل تلك التقارير في وجود اعضاء الجهاز المحترمين في امام النيابه العامه بعد اطلاعهم على تلك التقارير. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الناس كلها هتطلع براءه بتحريات الرقابه الاداريه، لان الرقابه الاداريه جهه تحريات وليست تقديم ادله مستندات، كما ان هيئه الرقابه الاداريه تلك للاسف الشديد الدكتور جوده الملط من اول ما جه وعتب برجليه الجهاز المركزي المحاسبات انا بقول وتحدى رئيس جهاز المحاسبات ان يقول على كلامي غلط. بقول بالمستند ان هو منع هيئه الرقابه الاداريه من الفحص. ده واحد. هيئه الرقابه الاداريه لا تقدم مستندات. هيئه الرقابه الاداريه تقدم تحريات ودائما التحريات لا يؤخذ بها عند المحاكمه. يبقى ايه المطلوب عند المحاكمه؟ مستند. بمعنى ايه؟ كلنا عارفين ان الحرامي بايه؟ بشيلته. ايه هي الشيله؟ المستند. المستند ده من اللي بيفحصه؟ الجهاز المركزي المحاسبات هو الذي يفحص المستندات. طيب يبقى طول ما الجهاز المركزي المحاسبات مغيب دوره ومش مفعل والناس بتاخد من الكلام الحلو الكلام البراق الكلام اللي بيصير ويدغدغ عاطفه الشعب المصري، الشعب المصري شعب عاطفي. لما يطلع رئاسة الجهاز المركزي محاسبات ويسمح له لمدة ساعة متصلة على قناة الحياة اليوم مع الأستاذ ابن عسل ويقول ان هو ساكن في شقة ايجار وعرضها بطولها 120 متر حد ومرتبه 10,000 جنيه. احنا بنقول لسيادته ان ده ما كانش مجال الكلام. مجال الكلام بنقول له الحركة الاصلاحية داخل الجهاز المحاسبات بتقول له سيادتك ان الكلام معاك هو مازال لسيادتك ولسياده النائب العام ولسياده المشير. بنقول لكم بالنص اذا لم يقال الملط فورا فلن يحاكم محمد حسني مبارك. اذا لم يقال الملط فورا فلن يحاكم اي مسؤول في مصر على فساد ارتكبه.
اذا لم يحاكم الملط الذي للشعب المصري القمح المسرطن، هتقولوا لي ايه الدليل؟ هو احنا وزاره زراعه واحنا مهندسين؟